يعني اكيد ان انت ليك ملامح خاصه وبصمه خاصه جدا طبعا كفنان ونجم، ليك اعمال كتيره وخصوصا انت بتعمل حاجتين في نفس الوقت، يعني بطلوع الروح والعائدون دورين عكس بعض، وفي نفس الوقت اعتقد كان التصوير فعشان تنقل من الشخصيه دي انا عارفه ان فيها صعوبه، بس ما يجيبهاش غير فنان بجد عنده الحمد احساس لله. صادق. لكن اكيد انه طول الوقت عندك رول موديل سواء في الفن المصري او في الفن العالمي، حتى في عندك النموذج اللي انت دايما عينك عليه ممكن تاخد منه لقطه يسيب ملمح في ملامح شخصيتك الفنيه. بصي زمان وانا صغير كان الاستاذ رشدي اباظه الله يرحمه هو بالنسبه لي الايديال. بعدين لما كبرت شويه يعني دلوقتي لقيت انه عندنا ناس كتير قوي الواحد اتعلم منهم، وكنت اكثر بميل ان انا متعلم من الاستاذ نور الشريف لان اشتغلت معاه اكثر من مره واعرفه شخصيا. الاستاذ نور الله يرحمه كان من النوع اللي بيعلم، يعني وهو بيصور بيعلم كل حاجه، معلم. بيعلم من غير ما يبين ان هو بيعلم، ويا سلام على تواضعه. بس انا اكتشفت كمان ان انا بشغلي مع الاستاذ محمد صبحي اتعلمت منه، اتعلمت منه مش بس تمثيل، اتعلمت منه اداره مسرح. واكتشفت لما بقيت بعدين مدير المسرح الكوميدي انه انا بعمل نفس اللي كان بيعمله الاستاذ صبحي بالظبط، اللي كنت بتصور ايامها ان هو شده وصرامه وكذا وكذا وكذا. اكتشفت ان المسرح لازم يبقى محكوم بجديه. يعني دي مدرسة خاصة، اشتغلت يعني مع الأستاذ عادل إمام، اتعلمت منه طبعا دي كتير. مدرسة تانية أنا بصي ما فيش، اشتغلت مع الأستاذ فريد شوقي، اشتغلت مع الأستاذ شكري سرحان، الأستاذ فؤاد المهندس، الأستاذ محمد عوض. لا أنا اشتغلت مع ناس مهمة قوي على فكرة، قوي يعني، وده اللي طلع لنا شخصية عندها ثقة كبيرة. كلهم إيمان كانت بتكلمك عن الدور كلهم واحد واحد بقى، كلهم بلا استثناء يجمعهم. أنا بتكلم عن النجوم الكبار قوي دول اللي هم أثروا في تاريخ الصناعة كلها في مصر وفي العالم العربي. طيب